السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم مشاهدينا في كل مكان في حلقة جديدة من برنامجكم ستاتيت كوم. حلقتنا النهاردة مهمة جدا 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 لكل البنات ولكل السيدات، وخصوصا البنات المقبلين على الزواج. دلوقتي بقينا كل بنت مهتمية قوي قوي قبل فترة خطوبتها أو ما قبل زواجها أو وقت ما بيبدأ يتقدم لها عرسان، بتبدأ تهتم قوي بالليزر. بس للأسف مفهومنا كبنات عن الليزر هو إزالة الشعر، لكن الحقيقي والمفروض أنه الليزر أنواع كتير جدا. تعالوا مع بعض نعرف أكتر عن الليزر، نعرف يعني إيه ليزر وعبارة عن إيه، نعرف أنواعه واستخداماته وإيه المسموح فيه وإيه الممنوع وإيه التعليمات اللي المفروض وقت ما بكون بعمل ليزر أمشي عليها. بس بعد ما نرحب بضيفتي المنورة حلقتي النهاردة الدكتورة نسمة سمير، أخصائية الجلدية والتجميل بالليزر. أهلا بحضرتك. أهلا بيكي. الليزر أنواعه كتير، وفي الفترة الأخيرة بقوا البنات مهتمين قوي قوي بالليزر، البنات المقبلة على الجواز بالذات بقوا دلوقتي لازم أعمل ليزر. حتى البنات الصغيرين بقوا أوير بالليزر وبيسألوا عنه وبيطلبوا جلسات. فعلا. وفي الفترة الأخيرة كمان انتشر الليزر مش بس انه ازالة شعر، لا هو كمان بنزيل بيه تاتو، بنزيل بيه الميكروبيلدنج، بنزيل بيه حاجات كتير، بنعالج بيه الشعر، بنعالج بيه كل حاجة، بنعالج بيه مشاكل البشرة. عايزين النهاردة بقى نعرف البنات والسيدات، وكمان عايزين نعرف هو مخصص بس للبنات والسيدات ولا كمان ممكن نستخدمه للرجالة او الاطفال؟ هل ليه سن معين؟ عايزين نعرف اكتر. بس في البدايه بقى عايزين نعرف يعني ايه الليزر وعباره عن ايه. اول حاجه، هو الليزر عباره عن ضوء يفرق عن الضوء العادي في ايه، ان هو ليه شويه خصائص تخليه في الاخر طالع بشكل مختلف عن الضوء العادي اللي خارج من اللمبه ولا من الاباجوره. ليه شويه خصائص كده مختلفه. كل الموجات بتاعه الليزر او الويفز بتاعته ليها نفس الطول الموجي، ليها نفس اللون، ماشيه في اتجاه واحد، ليها نفس الباور، بحيث انه يخرج من جهاز الليزر على هيئه بيم او شعاع فيه باور عاليه، غير الضوء اللي خارج سكاترد او متوزع من اللمبه او من الاباجوره. ده بيخليه يفرق في طريقه شغله او يدينا نتائج مختلفه او نشتغل بيه على انديكيشنز او حاجات تانية مختلفه غير الضوء العادي. والليزر ليه انواع كتيره قوي مختلفه بقى على حسب الطول الموجي بتاعها، دي حاجات شويه فيزياء بس يعني ممكن يبقى عندنا شويه خلفيه عنها عشان نبقى فاهمين، لانه الناس لما بتيجي تسال ما بيبقاش عندها خلفيه قوي فبتبقاش مدركه قوي ايه الفرق ما بين الحاجات دي. انواع الليزر المختلفه ليها، كل نوع ليزر ليه طول موجي معين وليه كمان تارجت هو بيشتغل عليه في الجلد. يعني الليزر ده بينزل على الجلد بيمتص بايه في الجلد؟ الجلد فيه حاجات كتيره. على حسب الطول الموجي بتاعه وعلى حسب التارجت بتاعه اللي لما يشوف الليزر ده هيمتصه هيطلع لي نوع ليزر بيعمل حاجه معينه. تمام. وبالتالي في انواع ليزر كتير قوي وليها استخدامات كتير جدا. تمام. عايزين بقى نعرف ايه انواع الليزر، لان زي ما قلت لحضرتك احنا كبنات وسيدات مشاع ما بيننا قوي فكره الليزر ازاله شعر، ازاله شعر بس. لكن انا بصراحه لما قريت اكتر لقيت انه لا، انا او كنت اسمع اصلا من قبل كده انه اوريدي بنقدر نشيل من خلاله، في الليزر بنشيل ازاله التاتو، في الليزر اللي هو بنشيل ميكروبيلدنج، في ليزر لعلاج الشعر، في ليزر لعلاج البشره. فعايزين نعرف بقى ايه الانواع وكل نوع ايه استخدامه. بصي، هو الليزر فيه انواع كتيره قوي وليه استخدامات كتيره قوي. بنقسمهم بقى ازاله شعر بالليزر، فراكشنال ليزر ده هنتكلم عنه، كيو سويتشد او اللي بنستخدمه في ازاله التاتو والوحمات الصبغيه، الفاسكولار ليزر او الليزر الدموي اللي بنستخدمه في ازاله الوحمات الدمويه والشعيرات الدمويه اللي هي بتبقى اللي اسمها السبايدر نيفاي او الحاجات اللي هي السطحيه اللي على سطح الجلد. في الليزر الكربوني برضو ده من انواع كيو سويتشد ليزر بنستخدمه في النضاره. في اجهزه اللي هي المايكرو نيدلينج راديو فريكوانسي، اجهزه اللي هي شبه الفراكشنال ليزر شويه، دي برضو بيطلع منها ضوء او لايت قيمه الدايود اللي هو الدايود ليزر ده برضو بيبقى ليه استخدام معين. فاحنا عندنا سكيل واسع قوي او انواع كتيره قوي من الليزر على حسب الحاله وعلى حسب نوع الليزر المناسب للعيان بنشتغل. تمام. وعلى حسب شكوى المريض طبعا. تمام. انا دايما بلاحظ في جلسات الليزر لازم نكون لابسين
نظارة سودة طبعا او يبقى طبعا فيه قناع اسود على منطقة العين، مش ده ليه؟ شرط اسود، هو بيبقى او نظارة قناع. يعني النظارات الواقية بتاعت الليزر طبعا للمريض وللطبيب الاتنين، لان كل نوع ليزر بيبقى ليه تأثير على جزء معين في العين، وبالتالي انا ممكن لو عندي جهازين ليزر في العيادة ما ينفعش ابدل النظارات بتاعت الجهازين مع بعض البس واحد يعني بالغلط. كل جهاز له كل نظارة جهاز ليه مخصصة. نظارة وقاية خاصة بيه للمريض وللطبيب، مكتوب عليها الطول الموجي اللي هي بتغطيه مثلا من كذا لكذا، وبالتالي النضاره دي مثلا بتاع الجهاز الفراكشنال ليزر، النضاره دي بتاع الجهاز ازاله الشعر ده، النضاره دي بتاع الجهاز ازاله الشعر ده، ما انا ممكن يبقى عندي جهازين ثلاثه ازاله شعر مختلفين عن بعض في العياده، وبالتالي هي طريقه وقايه مهمه جدا للطبيب وللمريض. تمام. طيب حضرتك ذكرتي انه في حاجه اسمها الليزر والوميض الضوئي، بالظبط. ايه الفرق ما بينهم؟ الليزر زي ما اتفقنا ان هو ضوء بس ليه خصائص معينه، الوميض الضوئي او الانتنس بالسد لايت هو ضوء برضو بس ما فيهوش نفس خصائص الليزر، في خصائص مختلفه شويه بتخليه اقل في القوه عن الليزر، وكمان استخداماته غير الليزر، وبالتالي برضو النتائج بتاعته مختلفه عن الليزر. بنلجأ له امتى؟ يعني في برضو البنات دايما تسأل على جهاز الليزر المنزلي، نجيبه ليزر ولا ما منزلي، نجيبوش؟ ليزر منزلي، يعني ممكن بنت عادية مش متخصصة ممكن تشتغل بيه في البيت. بالظبط، ده بيبقى نون بروفيشنال يوز او مش شرط الدكتور اللي يستخدمه، ما بيكونش ليزر طبعا زي اللي موجود في العيادات، وبالتالي نتائجه اقل بكتير من نتائج الليزر، لكن انا بشوف ان هو طريقه نظيفه شويه من طرق ازاله الشعر التقليديه، يعني بدل ما البنت تعمل سويت او واكس وتعمل ويحصل المشاكل بتاعته، ممكن لو مثلا هي مسافره ما قدرتش تبدا جلسات ليزر، ممكن تجيب جهاز الليزر المنزلي تبدا تستخدمه، هو بيكون ليه نتائج معقوله على الاماكن اللي فيها شعر سميك زي الرجل زي منطقه البكيني، وبالتالي بيكون معقول شويه. فبنصحهم ان هم يجيبوا جهاز ماركه محترمه وعدد النبضات فيه كبير. تمام. في بنت مثلا ممكن تبقى مسافره بره والجلسات غاليه جدا مش تقدر تعمل، او هتعمل هنا جلسه ومش تقدر تنتظم، بقول لها لا ما تعمليش الجلسه بتاعت هنا وجيبي جهاز الليزر المنزلي استخدميه لما تسافري. هو الليزر او الوميض الضوئي او الجهاز المنزلي للليزر مخصص بس لازاله الشعر؟ بيكون لازاله الشعر، هو ما بيعملش ازاله، يعني زي ما بقول لك هو بيبقى من الطرق التقليديه بس انضف شويه. لكن ما مش مخصص لأي استخدام تاني، أو ما فيش منه أجهزة لأي استخدام لا، الليزر المنزلي بس اللي هو اللايت اللي هو زي ما بقول لك كده، لكن في بقى جهاز تاني اسمه IPL ده بيبقى في العيادات وليه استخدامات مختلفة شوية. تمام. طيب ايه اللي يفرق ما بين الليزر في كإزالة شعر وأي نوع ليزر آخر؟ يعني أنا دلوقتي جاية لحضرتك في العيادة عايزة أعرف أكتر عن الليزر، في مفهومي بس إن هو على قد إن أنا هزيل الشعر فقط، فبكتشف بقى مع حضرتك دلوقتي الأنواع كلها، وعلشان كمان البنات تقدر تحدد أنا ممكن أستخدمه في إيه، اللي هو وهو على حسب الشكوى. انا بحب البيشنت او المريضه تروح للدكتور تقول لها انا مشكلتي كذا، تبدا الدكتوره تعمل اناليسز او تفصل الشكوى بتاعه المريضه وتحفظها وتحط لها بقى خطه علاجيه مناسبه ليها. ما هو احنا مثلا بنعمل ازاله شعر بس نوع الليزر اللي ينفع لك مش هو اللي ينفع لي، وبالتالي ده في ايد الدكتور المتخصص اللي بيعمله، وعشان كده دايما بنقول ان كل الخطوات دي او البروسيدجرز دي لازم نعملها في عياده طبيب متخصص، لان هي مش مجرد تكنيك بيتعمل وخلاص ليزر فاروح اعمله عند اي تكنيشن ولا حاجه، لا الليزر علم واسع وليه نتائج كويسه قوي، وفي نفس الوقت احيانا ممكن يبقى ليه سايد افكت او عرض جانبي، ده حقيقي. فلما بكون بعمل مع طبيب متخصص حتى لو حصل سايد افكت او عرض جانبي هو اكتر حد هيقدر يتعامل مع العرض الجانبي ده بحيث ان هو ما يسيبش مشاكل. فعلا. طيب بما اننا بقى مركزين قوي على ازاله الشعر، تمام، اغلب البنات بتبقى عندها تخوف من انه انا لما هعمل ليزر لازاله الشعر المنطقه اللي انا هعمل فيها دي هيحصل لها اسمرار وهيكون شكلها بعد كده مش لطيف. تمام. نطمنهم ازاي؟ او أولاً ده فعلا هو بيحصل في كل الحالات ولا في حالات معينه؟ لا خالص، اولا هو الليزر امن جدا، يعني تمام. الليزر امن جدا، واحنا بنستخدم بعض انواع الليزر في الاطفال اللي هم عمرهم شهور، بس مش بتكلم عن ازاله الشعر، انا بتكلم في العموم. احيانا بنضطر نستخدمه في اطفال عمرهم شهور وهو امن. فازاله الشعر بنبداها من امتى؟ بنبداها من سن البلوغ. امن نستخدمه قبل كده؟ احيانا بنلجا له مثلا في طفله عندها 7 8 سنين لو هي مشعره قوي وده عامل لها مشكله بنات بيضايقوها اصحابها بيتريقوا عليها، فاحنا ممكن نعمل لها جلسات، بس بنفهم الاهل انه دي النتائج دي هتبقى مؤقته. فهنرجع النتائج دي تتغير تاني على سن البلوغ مع تغيير الهرمونز، لكن هو امن؟ امن. بنبداه من امتى؟ من سن البلوغ. ليه مشاكل؟
الكتب فيها مشاكل لكل حاجة. زي ما قلت لحضرتك لما بيكون حد متخصص هو عارف ايه اللي ممكن يحصل ولما يحصل هيتعامل معاه ازاي. بالنسبة بقى يغمق او ما يغمقش، الليزر دايما بقول للعيانين بتوعي لا بيغمق ولا بيفتح. يعني احيانا بيشنت تيجي تقول يا دكتور انا افتحيت قوي بعد الليزر. احنا كان معانا صور لحالات من ازالة الشعر، ممكن تنزل معانا صور؟ لا احنا معانا ازالة التوب. ده على فراكشنال الليزر دي حالة تانية هنتكلم عنه. دي حالة تانية. طب حضرتك ازالة الشعر مش بنصور قوي لان طب ممكن حضرتك برضو تكلمينا عن الحالات دي ونرجع تاني لإزالة الشعر؟ اوكي. الحالة دي إزالة زوايد جلدية بالفراكشنال ليزر اللي كنا بنتكلم عليه. زوايد جلدية، هو عنده على ما اعتقد فوق عينه، عنده فوق عينه كذا واحدة وتحت عينه، وعنده على خط الرمش، وعنده بره العين عند الأوتر كانسس كده عند الزاوية الخارجية بتاعة العين. طبعا الزوايد الجلدية بتضايق المريض جدا، ممكن تأثر على الرؤية. لو عنده حاجة مثلا تحت العين وكبيرة شوية وهو بيقرأ ممكن تأثر على الرؤية. بنشيلها يعني بطريقة بسيطة جدا في العيادة بالفراكشنال ليزر. فراكشنال سواء سي او 2 او اربيوم، برضو الطبيب المتخصص هو اللي بيختار النوع المناسب. خلونا يا جماعة نرجع تاني للصورة اللي كانت قبل كده، صورة الزوايد. انا ملاحظة ان هو تقريبا حد كبير في السن، هو يعني سنه في الخمسينات تقريبا. بيلبس النضاره وانا بلبس النضاره بتاعتي. احيانا بنحط حاجه اسمها اي شيلد، يعني ممكن نحط واقي العين ده جوه العين على حسب برضو الخطوه اللي احنا بنعملها. انا استغربت انه الزوايد فوق العين تحديدا، فازاي بالظبط يعني بنحط النضاره الواقيه دي وبنظبطها بحيث انه احنا نبقى شغالين بامان. تمام. شلناهم كلهم في جلسه واحده، المريض طبعا كان مبسوط جدا لان هي كانت مضايقاه. وبتختلف خالص بقى الشكل، بيختلف تماما. يعني الكذا زايده جلديه دول ما ياخدوش مثلا 5 دقائق 10 دقائق في العياده، بنحقن بنج موضعي وبنشيلهم في دقائق. ما فيش اي سايد افكتس بعد إطلاقاً الجلسه؟ اطلاقا، بس بيبقى فيه شويه تعليمات المفروض المريض بيمشي عليها، ما يتعرضش للشمس، يستخدم كريمات بتسرع الالتئام بتاع الجلد، ممكن احيانا نحتاج مضاد حيوي كريم نستخدمه. حاجه بسيطه وخلال 3 4 ايام الدنيا بتتظبط خالص وبيرجع جلده لطبيعته. تمام. ده ايه يا دكتور؟ دي كانت زايده جلديه بس ضخمه شويه، كانت شايفاها كبيره قوي، ضخمه جدا. ضخمه جدا، شلناها برده بالفراكشنال ليزر. برده بنجنا العينه بنج موضعي وشلناها. دي كانت فين الزايده الجلديه دي؟ كانت في منطقه الظهر. بس كانت مضايقه بقى المريضه جدا. هي الزوايد الجلديه لا بتوجع ولا حاجه، بس احيانا الاحتكاك مع اللبس بيضايقها، وهي طول ما هي حاسه ان في حاجه طالعه كده منها بتبقى متضايقه، شكلها مش حلو اكيد، واكيد مضايقاها. بالظبط. حقنا بنج موضعي وشلناها في ما فيش 5 دقائق، ومريضة برضو كانت سعيدة جدا بالنتيجة. الحمد لله. ودي حالة ندبات تقريبا؟ دي حالة آثار حبوب شباب. دي بقى من أحلى الحالات اللي أنا بحب أشتغلها، الندبات بتاعت حبوب الشباب، لأن هي بتبقى مضايقة البيشنت جدا. فلما بتتطور وتتحسن البيشنت بتبقى مبسوطة بقى جدا بالريزلت. دي إزالة تاتو. تاتو دي تقريبا كانت بعد جلسة أو جلستين. النتيجه الموجوده دي بعد جلسه او جلستين؟ بعد جلسه او جلستين بالظبط. من اول جلسه بنقدر نشيل؟ لا لا، التاتو لا مش بيتشال في جلسه واحده خالص. بيحتاج عدد جلسات، وعلى حسب بقى التاتو ده معمول عند حد بروفيشنال ولا زي التاتو اللي هو بيتعمل في الموالد وفي الاماكن اللي هي الشعبيه شويه. ما بيكونش بروفيشنال فده بيكون اسهل. لا ده بيكون اسهل بكتير في ازالته. البروفيشنال تاتو هو اللي بيبقى اصعب وبياخد جلسات اكتر. بالظبط. تمام تمام يا دكتور. نرجع تاني لإزالة الشعر. نرجع لإزالة الشعر. تمام. فزي ما بقول لك انا بعرف العينين انه ليزر لا بيفتح ولا بيغمق. ولما بيجي لي بيشنت بتقولي انا افتحيت من الهير ريموفال، اقول لها لا انت ما افتحتيش من الليزر، انت افتحيتي لانه كثافه الشعر قلت واللون الغامق قل، فانت جالك انطباع ان انت افتحيتي. احساسها نفسه. بالنسبه بقى للغمقان ممكن يحصل احيانا لو البيشنت ما التزمتش بالتعليمات اللي بعد الجلسه. يعني احنا بعد جلسه ازاله الشعر المفروض ما نتعرضش لحراره، البيشنت ما تروحش ساونا، تستخدم كريمات بنستخدمها بعد الجلسه مثلا لمده يومين. في احيانا عينين بيكبروا دماغهم. فمع الوقت ممكن تغمق سنه، لكن مش الرول ان العينه بتعمل ليزر هتغمق. لا مش شرط خالص. مش شرط. تمام. طب الليزر بغض النظر عن انه لما بنزيل الشعر طبيعي ان المنطقه بنحس انها افتحت لانه الشعر بيكون مسمر، هل الليزر من ضمن استخداماته في جهاز ممكن انه يفتح لنا اصلا درجه البشره؟ بصي، جهاز الفراكشنال ليزر من ضمن استخداماته تفتيح البشره. بس انا كدكتوره نسمه لا، عمري ما بستخدمه في تفتيح البشره، بستخدمه في حاجات تانية، لان هي يعني بروسيدور او خطوه اجريسيف شويه، فما بحبش ان انا اعملها العيانه. بلس ان انا عندي بدايل كتير قوي اكثر امانا من الفراكشنال ليزر كتفتيح. غير انه الفراكشنال ليزر عايز داون تايم، العينه تقعد 5 6 ايام في البيت،
وغالبا بيبقى الغمقان ده في المناطق الحساسه، فغالبا العينه مش هتعرف تعتني بيه لو في مكان من الاماكن الحساسه مش هتهتم بيه قوي، فممكن يحصل التهاب. التهاب ده يسيب غمقان. ولو غمقان في الوش، طب انا ممكن استخدم حاجات موضعيه في البيت، او ممكن اعمل جلسات تفتيح بقى، مثلا ميزو ثيرابي، تقشير بارد، في بدائل كتيره برا الليزر. لكن الليزر نفسه حضرتك مش بحبه في التفتيح كتفتيح، لكن طبعا الكيو سويتشد ليزر بنستخدمه في ازاله مثلا النمش، في ازاله بعض الوحمات الصبغيه. لكن واحده مثلا عندها بقعه مكان ليزر فاروح انا اعمل لها فراكشنال، لا ما بحبش كده خالص. تمام. طيب عايزين نعرف استخدامات الليزر عموما في التجميل. يمكن احنا لما عرضنا دلوقتي على الشاشه انه في جلد زايد، في ندبات، في استخداماته كتير قوي، فعرفينا بقى كل تقريبا ايه الانواع عموما، ايه المشاكل اللي ممكن الليزر يعالجها عموما. أوكي. لان حضرتك برضو ذكرتي معلومه مهمه جدا انه ممكن الاطفال هو امن كمان. طبعاً. حتى على الاطفال. ففي التجميل عموما الليزر بيستخدم في ايه وايه وايه؟ احيانا في اطفال بيبقى عندهم حاجه اسمها وحمه دمويه. الوحمه الدمويه دي بتبقى شويه اوعيه دمويه عامله مشكله، فطالعه على صوره وحمه. ليها انواع كتيره، مش الوحمه اللي احنا بنشوفها، مش الوحمه العاديه، لا لا. بتبقى وحمه لونها احمر غنيه بالاوعيه الدمويه، فدي ساعات بتبقى عامله مشكله مثلا، او في منطقه متعارضه مثلا مع الرضاعه، مع الرؤيه عند الطفل، فبنعملها بقى الجلسات دي. كيو سويتش زي ما بقول لك في ازاله بقى الوحمات الصبغيه، في حاجه اسمها نيفاس اوف قطه مثلا، بتبقى عباره عن باتش كده لونها ازرق لجري كده، دي برضو بتبقى مضايقه البيشنت جدا. دي ممكن نشيلها بالليزر؟ طبعا طبعا، بنشتغل عليها وبنشيلها، بنعمل تيست الاول نشوف الباور المناسبه للعيان. ما انا بقول لك هو ليزر علم واسع جدا، ولازم اللي يشتغله يكون طبيب متخصص. طيب الوحمه اللي هي مثلا حوالين العين او في الوش نقدر نشيلها من وهو لسه طفل؟ الوحمات الصبغيه غالبا بتظهر اصلا في سن، ممكن يبقى اكبر شويه من سن شهور. تمام. لما بتظهر بنعملها، واحيانا في وحمات صبغيه بيكون طالع فيها شعر مثلا، طفل بيبقى عنده في ظهره مثلا وحمه صبغيه غامقه ومليانه شعر، فبنشتغل عليها ازاله شعر وبنشتغل عليها ازاله صبغه. تمام. بالظبط. تمام. بس الليزر طبعا زي ما حضرتك قلتي للبنات او الستات بس، لا طبعا احنا بنستخدمه كمان للرجاله وللشباب. احيانا في بعض الشباب بيكون عندهم مشاكل في الدقن من الحلاقه، بيطلع لهم حبوب. فعلا. بالظبط. فده بيبقى مشكله، يعني المشكله دي لا، دايما بقول للبيشنت قدامك اختيارين، يا تطول دقنك وتسيبها فخلاص المشكله دي مش هتحصل. واحيانا بعض العيانين ما بيكونش ده مناسب لطبيعه شغلهم، هو مثلا بيتعامل مع عملاء او حاجه، المكان ما عندهوش بروتوكول لحد ما بالظبط مظهره انه ما فيش دقن. بقول لو انت بقى ما عندكش مشكله ان انت تشيل دقنك، خلاص هنعملها بالليزر. فبتبقى برضو النتائج ظريفه جدا، وعندي مجموعه كبيره من الشباب بتيجي تعمل الجلسات. طيب دي في الحاله دي لازم انه الشاب انه هو يشيل الاول الشعر بالليزر وبعد كده يعالج الحبوب او الندبات اللي طالعه له، ولا هنشيل بس لمجرد ازاله للشعر عادي كشيفنج ليهم وبعد كده هنعالج؟ بناخد علاج وبنشتغل ليزر برضو عادي، يعني احنا بناخد علاج عشان نعالج اللي موجود، وبنعمل ليزر عشان ما يردش تاني. لانه برضو صعب شويه كراجل، يعني انا دلوقتي اصلا حصل لي ايرور انه هو مثلا لو عايز يعالج الاول يعمل ازاله للشعر. هو كده كده بيعمل شيفنج. بالظبط. انا ده بيعمل شيفنج. احنا اصلا كده كده قبل الليزر ممنوع اصلا، حتى يعني في البنات بقى ممنوع اصلا تعمل سويت او واكس، يعني لازم يمر شهر على اخر سويت او واكس قبل بدايه الجلسات. وبالتالي ما بين الجلسات هي حتى البيشنت لما بتكون بنت برضو بتعمل شيفنج، خلاص بنستغنى بقى عن الطرق اللي هي بتشيل الشعر من الجدر. في الصبيان او في الشباب نفس الفكره، هو كده كده بيشيل بالشيفنج، بس ده بيعمل له مشكله، فخلاص هنستغنى عن ده بالليزر. يعني الشيفنج قصدك هو اللي ممكن انه يكون بيسبب له الحساسيه، فبالتالي احنا لازم نتخلى عن الشيفنج. هي مش حساسيه قوي، بتبقى زي التهاب في بصيلات الشعر. تمام. فاحنا وانس بقى خلاص استغنى عن الحلاقه خالص، خلاص المشكله بتتحل. ما هو مع جلسات الهير ريموفال او ازاله الشعر بالليزر كثافه الشعر بتقل قوي، فما بيكونش محتاج ان هو يعمل شيفنج.
بس هيعيش بقى من غير. ما هو احنا بنخيره بقى، يا تربيها يا تشيلها يا تفضل بمشكلتك. لا لا نتمنى انه ما يبقاش لدرجه انه يشيلها. في رجاله كتير لما بيشيلوا دقنهم بيبقى الشكل بيتضايقوا، صعب بيبقى الشكل صعب فعلا. طيب احنا اتكلمنا عن انواع الليزر المختلفه، عايزين بقى نعرف اكتر عن ازاله الليزر، ازاله قصدي الشعر بالليزر. امتى انا كبنت لو انا عروسه، لان هو انا متاكده ان البنات مستنيين اللحظه دي، انا كعروسه او انا كبنوته بلغت وحاسه ان انا انسه وفي بيتقدم لي عرسان، امتى ابدا اخد خطوه اعمل ازاله الشعر بالليزر؟ وفي بس نقطه انا نفسي كل الناس تتعلمها، ان انا ابدا امتى اي حاجه مش شرط اما اتخطب او يتقدم لي عرسان. بالظبط. ابداها في الوقت المناسب، يعني لازم كل البنات تهتم بالنظافه الشخصيه، بجمالها، بصحتها، مش شرط لما تدخل في ريليشن او تتخطب او يتقدم لها حد، لا بالعكس. لانه مثلا في بنات بتيجي تتخطب وهتتجوز بعد شهرين، فبتجيلي بقى عايزه اعمل وده وده وده، بقول لها لا روحي، يعني احنا ما عندناش وقت لده، وفي نفس الوقت ما فيش حاجه، مش سحر، مش بنعمل جلسه الدنيا بتتحول او الحاجه بتختفي، لا خالص. احنا بيبقى دايما كورس علاج او كورس جلسات. عايزه اقول لك انه سمعت كتير قوي من بنات تعليق ده، انا رحت عملت جلسه ليزر ما اتحسنتش، وتخيلي بعدها بشهر كل حاجه زي ما هي. ما هو برضه دي من الافكار اللي مش صح. يعني مش صح انه بعد شهر مثلا من ولا بعد نهايه الجلسات الشعر هيختفي. ما هو ده اللي دايما بشرحه للعيانين في اول جلسه، هي التوقعات دي مهمه قوي، لازم العيان يبقى فاهم احنا بنعمل ايه وهنوصل لايه، عشان لا يزعلني ولا زعله، عارفه. بس فاحنا دايما بنتكلم، هي اسمها حتى في الكتب ليزر هير ريدكشن مش ريموفال، احنا بنقلل كثافه الشعر، وبالتالي احنا بنعمل عدد جلسات مثلا من 6 لـ 8 جلسات، ده يعني افريج الجلسات اللي كل الناس بتستجيب فيه. ما بين كل جلسه والثانيه شهر لشهر ونص، كل جلسه بنوصل لنتيجه تقريبا 10 لـ 15%، فبالتالي احنا ما بنخلص الـ 6 أو 8 جلسات بنبقى تقريبا واصلين ل 60 لـ 85% ريدكشن او تقليل في كثافه الشعر. هل العيانه هتوقف جلسات؟ لا طبعا مش هتوقف، هتفضل طول عمرها تعمل جلسات. هتفضل طول عمرها تعمل جلسات، بس كل قد ايه؟ وهل كثافه الشعر هتفضل زي الاول؟ لا طبعا، كثافه الشعر بتقل جدا، وسمكه وتوزيعته بتقل، وبالتالي احنا بس محتاجين نعمل حاجه اسمها مينتنانس، يعني نحافظ على النتيجه اللي احنا وصلنا لها. فبعد ما بنخلص عدد الجلسات هتجيلي مثلا بعد 3 شهور تعمل جلسه، بعد 6 شهور، بعد سنه، وهكذا، المسافه ما بين الجلسات بتوسع. تمام. بس يعني هي محتاجه انها مع في كل فتره تتابع مع حضرتك على حسب كثافه الشعر عندها وعلى حسب حالتها. طيب ليه مش قبل ما تتجوز بشهر او بشهرين او بـ3؟ لازم برضو نبين المعلومه دي، علشان دلوقتي اكيد اللي هو البنات اتخضوا. طب ايه المشكله؟ علشان احنا كده كده عشان نوصل لنتيجه معقوله او مرضيه لازم مثلا ناخد 5 لـ 6 جلسات على مدار 5 لـ 6 شهور. فاحنا هنيجي هنبقى عاملين مثلا جلستين او 3 قبل الفرح بـ2 أو 3، فهتبقى النتيجه تقريبا 30%، فهتيجي اصحابها هيوسوسوا لها ان هي تعمل سويت قبل الفرح عشان تبقى داخله نظيفه ومنوره وحلوه ومفيش شعر خالص. فهتعمل سويت، احنا اصلا ممنوع نعمل سويت ما بين جلسات الليزر، فخلاص انسي بقى جلستين 3 اللي احنا عملناهم كاننا ما عملناش حاجه خالص. على الجسم عموما ولا على المناطق بس؟ على الجسم عموما، هي الفكره واحده، هو كونسبت واحد احنا شغالين عليه. فهي البيشنت لما بيجي لي قبل الفرح بشهر او شهرين بقول لها لا روحي اعملي سويت قبل فرحك عادي، وادخلي نظيفه ومنوره، وبعدين احملي، وما تخلصي حمل تعليلي بقى نعملها ريموفل. هي دي النقطه بقى اللي انا عايزه اسال فيها، هل وقت الحمل بيأثر على الازاله، يعني او ازاله الشعر بالليزر هو هيأثر على حملي، او هيأثر اصلا لو مثلا يعني فيما بعد قبل ما احمل خالص اتجوزت ممكن يأثر على الحمل، يعني ممكن يأخر معايا حمل؟ لا بصي، هو الليزر آمن، بس انا من المدرسه، يعني هو الطب مدارس، الليزر آمن في الحمل وآمن في الرضاعه، بس انا من المدارس اللي ماشيه عليها انه احنا انا ما بعملش ليزر لاي بيشنت بريجننت حتى لو صاحبتي. ليه؟ لانه الحمل اصلا ستريس، حامل ما نقربش من ستريس وتعب وتغيير هرمونز، والدنيا بتبقاش متظبطه قوي، فليه انا ادخلها في ستريس تاني جلسات وتروح وتيجي، اصلا ما بتبقاش قادره تشيل نفسها، وبتبقى رايحه متابعه النسب العافيه. فخلاص نستنى لما تولدي بالسلامه ان شاء الله وتقومي تبقى الدنيا اتظبطت وكل حاجه ستيبل، ونبدا نعمل جلساتنا. لكن هو يعني هو مش مفضل، ولكن مش مضر، مش مضر، وبيتعمل، بس انا ما عملوش لحوالي خالص، ما ياثرش على الحمل وما ياثرش على البيبي. بالظبط. طيب بنوته عاديه خالص لسه ما اتجوزتش،
وبدأت مع حضرتك الجلسات إزالة الشعر بالليزر. تمام. هل ده بيأثر على حضرتك قلتي على الهرمونات، هيأثر عليها برضو على هرموناتها وهي لسه بنوتة؟ لا هو ما بيأثرش على الهرمونات خالص، أنا بقول إنه في الحمل الهرمونات أصلاً بتتغير. بتتأثر. أوكي. فتغيير الهرمونات ده ممكن أصلاً يأثر على هير جروس أو على توزيعة الشعر في الجسم. فخلينا نخلص الفترة الملخبطة دي ونقوم بالسلامه ونبدا نعمل ليزر. تمام. لكن الليزر بيأثر على الهرمونات؟ لا خالص، بالعكس احنا اصلا حتى البنات لو اللي بتعمل عندهم منطقه البكيني بالظبط، حتى احنا في بنات بيبقى عندها تكيسات على المبيض ولخبطه في الهرمونات فبيبقى طالعها شعر مكان الشنب والدقن وما بين الصدر وعلى السره، فتوزيعه الشعر اللي هي موجوده عند الرجاله مش الطبيعي ان هي تبقى موجوده عند البنات اصلا. فدي بنبعتها لدكتوره النساء تظبط لها الهرمونات بتاعتها وتظبط لها تكيسات المبايض، وبنعالج بقى الشعر السميك اللي موجود ده بالليزر. فهو الليزر مش بيأثر خالص على الهرمونات اطلاقا. بس كنت اسمع تعليقات من بنات انه لما بداوا جلسات الليزر البيريود اتاخرت، البيريود ما بقتش منتظمه زي الاول. صدفه ملهاش علاقه صدفه، ممكن هي يكون عندها اصلا تكيسات على المبيض وهي مش مجمعه يعني مش فاهمه بالظبط. بالظبط. تمام. طيب ازاله الشعر بالليزر زي ما حضرتك قلتي له انواع بالزبط. عايزين نعرف بقى انواعه عشان نتعمق فيه اكتر. بصي هو احنا الشائع او الاجهزه اللي هي او انواع الليزر اللي بتستخدم غالبا في ازاله الشعر في كل الاماكن حاجه اسمها دايود ليزر واندياج والكسندرايد، دي انواع الليزر نفسه اللي طالع من الجهاز. التلات انواع دول بيندرجوا تحت اسماء شركات كبيره او كتيره. وبالتالي انا ممكن يبقى انا عندي جهاز دايود ليزر والعياده اللي جنبي عندها دايود ليزر بس اسم الجهازين مختلف. زي بالظبط الادويه الماده الفعاله واحده بس كذا اسم شركه. تمام. اللي بس عايزه الناس تبقى فاهماه انه انا مش هينفع تروحي عياده انا عايزه جهاز كذا لو مش موجود مش هعمل، لا هو مش ده الصح. لان زي ما اتفقنا انه الليزر سكيل او بحر واسع قوي، والنوع المناسب ليكي مش هو المناسب ليا، مش هو المناسب لواحده زميلتنا، وبالتالي المفروض انا خلاص رحت للدكتوره انا واثقه فيها بقولها انا عايزه اعمل كذا، هي تختار لي النوع المناسب ليا. واحنا بنبقى شغالين في اماكن فيها جهاز واثنين وثلاثه، ومع ذلك بنختار نوع لكل، ممكن يبقوا اثنين اخوات بيعملوا جلسات، واحده بتعمل مثلا على الكسندرايت واحده بتعمل على اندياج، كلها واحده المناسب بالظبط. المناسب لمعظم المصريين لنوع بشرتنا او لون بشرتنا الديود والاندياج، وبعديهم الالكسندرايت، على الرغم انه الدعايه كبيره قوي للالكسندرايت، مش كالكسندرايت كاسم جهاز معين منتشر قوي او شائع استخدامه او الدعايه معموله له وعامله له ضجه جامده. فهو اللي انا عايزاه بس انه العيانه يعني مينلي العيانه السمراء قوي اللي هي من النوبه او من السودان او كده، دي تبقى عارفه ان هي هتعمل هير ريموفال او ازاله شعر بالدايود او بالاندياج، استحاله تعمل بالالكس. اشمعنى؟ لانه الالكس مش مناسب للبشره الغامقه. وبالتالي ممكن وهي بتعمل بالالكس الالكسندرايت ممكن تتلسع، لانه هي عندها صبغه او عندها ميلانين كتير في كل طبقات الجلد، في الطبقه السطحيه كمان. فهيمتص فهيحرق الجلد قبل ما يوصل اصلا للبصيله. بلس ان احنا مع جلسات الليزر بنبقى عايزين نعلي الباور. لما بتكون العيانه سمراء على الالكسندرايت مش بنقدر نعلي الباور قوي. وبالتالي بيفضل الدكتور او غالبا الدكتور ما بيعملش كده، لما بيكون تكنيشن بقى هو اللي شغال بيفضل شغال بالالكسندرايت ومش راضي يعلي الباور لانه خايف يحرقها. بيعمل لها مشكله بيطلع لها شعر في حته تانية. حاجه اسمها بارادوكس. الالكسندرايت برضو مناسب احنا في مننا المصريين ناس فاتحه شويه مش كلهم سمر. طبعا. فبيبقى مناسب طبعا ليهم، هي دي الفكره بس ان انا بقول ان احنا بس نفوض الدكتور هو يختار لنا المناسب لينا بس. تمام. كده. طيب عدد الجلسات بيتحدد على اساس ايه؟ يعني انا مثلا دلوقتي جيت لحضرتك فحضرتك مثلا قلتي من 6 ل 8 جلسات بالظبط. انا ممكن تقريبا كحاله، انا كمان مثلا كحاله داخله على حضرتك، فممكن تقولي لي مثلا عدد الجلسات من 6 ل 8 جلسات برضه يعني كلنا اقول لك على حاجه، حتى لو استجبتي من اول جلسه في ناس من اول جلسه بيبقى عندها فرق كبير برضه هتاخدي مينيمم 6، لان احنا الفكره ان احنا مش مثلا بنحرق البصيله ولا بنشيل البصيله، هي فكره الليزر كلها ان انا كل مره بعرض البصيله لطاقه الليزر بضعفها فبتكونش قادره تطلع شعر. فبالتالي انت استجبتي من الجلسه الاولى من الثانيه من الثالثه كده كده ما حدش هياخد اقل من 6 جلسات. يعني المينيمم 6 لكن الماكسيمم مش 8. ممكن اكتر، ممكن لو من 8. شعر خفيف نحتاج، يعني مثلا ممكن عينه تبقى بتعمل مثلا رجليها وبتعمل وشها، رجليها الشعر سميك وشها الشعر خفيف، ممكن وشها تعمل 12 جلسه ورجلها على الجلسه الخامسه يبقى تقريبا خلاص ما بقاش فيه شعر. يعني الشعر السميك
استجابته افضل بكتير. والله طبعا ده احنا انا فاهمه العكس. لا 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 انا فاهمه العكس يعني. لا ده بقى شغل الفيزيكس بقى. يعني عشان كده زي ما بقول لك هو يعني نفسي الناس تبقى فاهمه انه لازم دكتور في كل حاجه، لازم دكتور يعني. احنا الحمد لله الدكاتره فاهمين قوي التفاصيل دي، فما بيحصلش مشاكل معانا. دايما بيجي لنا بقى العيانين بمشاكل من الاماكن اللي هي بيوتي صالون او عيادات شغال فيها تكنيشنز، احنا اللي بنقابل المشاكل بقى وبنحلها الحمد لله. يعني من الاخر يا بنات نروح لمتخصصات ومتخصصين، بلاش الاعلانات اللي بنلاقيها على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا. وبعدين المفروض الناس تشك اصلا، تلاقي مثلا النبضه مثلا ب 20 قرش و 30 قرش، المفروض تشك في المكان ده على طول يعني. ده مش حقيقي. بالظبط يعني ده مش حقيقي. بيبقى في مشكله في الاجهزه، اللي شغال تكنيشن الاجهزه ما بتعملهاش صيانه كويسه، هو بيحرق بقى عارفه يعني، بيحرق اسعار وفي نفس الوقت هو مش بيديكي كواليتي. والله بنقابل العيانين دول على طول يعني، دايما يروحوا الاماكن دي ويرجعوا، لازم بيعدوا علينا لازم. طب لو حصل لا قدر الله فعلا حرق او حاجه زي كده في الاماكن دي بيبقى علاجها سهل ولا بناخد وقت؟ طبعا بناخد وقت، بس بنعالج الحمد لله يعني، بنعالجهم وبنظبطهم بس بياخدوا وقت. فهي قصه فتره العلاج دي كلها والمصاريف اللي هي بتصرفها على العلاج والكلام ده، طب ما احنا من الاول نروح مكان بروفيشنال ونختصر صح. الفتره دي كلها صح. طيب الفرق ما بين الجلسات بيكون شهر لشهر ونص، شهر لشهر ونص. في اماكن مثلا الاماكن زي ما بقول لك اللي هي مش متخصصه بيجيبوا البيشنت كل اسبوعين تعمل جلسه ليزر، مفيش كده يا جماعه. الكلام ده مش علمي وما ينفعش يتعمل، فهماني؟ فاحنا مينيمم شهر، ماكسيمم شهر ونص. عينه مثلا تبقى مسافه تقول يا دكتور هاجي اعمل جلستين مثلا هي ريموفال، لا مفيش الكلام ده، ما ينفعش. ده على اي مكان في الجسم من شهر لشهر ونص. بالزبط. مش محدد بمكان معين. بالظبط. تمام. طيب انا بدات الجلسات، تمام. مع بداية الجلسات من أول جلسة إيه التعليمات اللي حضرتك ممكن تنصحيني بيها علشان ما ضرش نفسي أو الأماكن اللي عملت فيها هير ريموفر ما تتأثرش؟ هو يفترض الأول إنه إحنا كلنا بنستخدم واقي شمس سان سكرين، تمام. بس في عيانين ما عندهمش الثقافة دي، فلو أنت مثلا بتعملي في وشك أي نوع ليزر بقى لازم السان سكرين بتاعك، وبنصح العيانة إن هي تجيب حتى واقي الشمس بتاعها معاها في شنطتها وتحطه وهي خارجة، خصوصا لو إحنا في الصيف والحرارة بتبقى شديدة. ده لو هي عاملة في البشرة مكان مكشوف، أو واحدة مثلا عاملة إيديها واحدة مش محجبة. فتحط واقي الشمس قبل ما تنزل. ما بنحطش بقى مثلا ميك اب يوم الجلسة وتاني يوم الجلسة. ما أروحش أعمل جلسة ليزر أيا كانت وبعد كده أروح ساونا مثلا او اتعرض لحراره. ما اتعرضش لحراره عاليه قوي، ما اروحش اقف قدام الفرن وانا عامله الجلسه، خصوصا بقى الفراكشنال ده ممنوع تماما، مش بس لا يفضل، لا هو ممنوع تماما. تمام. احيانا بنكتب بعض الكريمات نستخدمها لمده يوم او اتنين بعد الجلسه عشان ما يحصلش التهاب او حرقان او زي حساسيه في المكان اللي احنا بنعمله. النقطه بس اللي هي بتاعت ان ما اتعرضش لحراره، البنوته خلصت وحبت ان هي خلصت الجلسه وحبت ان هي تروح تاخد شاور دافي، ميه فتره لكن مش فترة. مش ميه سخنه مولعه برضو. اصل احنا في الشتاء ما شاء الله. احنا كبنات يعني لازم الميه تبقى مولعه. لا مش لازم، لا مش لازم سخنه مولعه، مش صح. لمده كام يوم؟ يومين، يوم الجلسه وتاني يوم. تمام. لكن طبعا الفراكشنال ليزر ده قصه تانية خالص، اللي احنا قلنا بنعمل بيه الندبات وبنشيل بيه زوايد الجلديه والكلام ده، لا ده ليه لسته تعليمات مختلفه تماما. بالظبط. احنا دلوقتي بنتكلم على جزئيه ايه، ازاله الشعر. بالظبط. تمام. ايه كمان؟ بس كده طبعا لو حد بيحط برفيوم، بيحط كريمات اللي هي التجاريه مش الحاجات الطبيه دي بنمنعها خالص. لو مثلا عيانه بتستخدم كريم تفتيح ما بنستخدمهوش يوم الجلسه. يعني احنا بنعمل الجلسه النهارده، فوتي 3 ايام استخدمي الكريمات اللي احنا كاتبينها، وبعد الجلسه ب3 ايام ارجعي للروتين بتاعك، ما فيش مشاكل منه. بس طيب في حاجات ممنوعه منع تام ممكن تاثر على نتيجه الجلسه؟ السويت والواكس، محدش يعمل سويت واكس او فتله ما بين الجلسات، لاني ساعات بتفاجئ مثلا بيشنت دكتور احنا في الجلسه الرابعه وانا متضايقه ما فيش نتيجه، وببقى انا منبهه وقايله التعليمات من الاول. فساعات طب انت عملتي فتله؟ اصل كان فرح مش عارف مين وعملت وشي عشان يبقى لا خلاص انت انسي الجلسات اللي فاتت دي، بقى هنبدا من الاول وجديد. دي بقى دي من الممنوعات اللي انا بشدد عليها يعني. فرضا ان هي عامله بس عند حضرتك الاندر ارم والبكيني، تمام، باقي الجسم ما استخدمش فيه لا واكس ولا لا ما عندناش مشاكل. لا انا بتكلم عن الجزء اللي انا اشتغلت فيه ده اللي يخصني، غير كده ما عنديش مشاكل لكن خالص. الاماكن الثانيه ما فيش اي فيها اي مشكله. تمام. طيب النتيجه زي ما حضرتك قلتي ما بتظهرش من اول جلسه. طيب خلصنا الجلسات،
الثمان جلسات او ايا كان العدد. تمام. العدد طلع كبير قوي. وعلى مدار 8 شهور فعادي. 8 شهور اهو يا بنات، يعني قبل الفرح بكتير، يعني نحدد بقى من قبلها او مالناش دعوه بالفرح اصلا. عايزه اقول لك ان لا بجد والله البنات فعلا ما بقى دلوقتي بقى لوجيك عندها ان هي لما اتخطب زي ما حضرتك قلت ان هي عايزه يوم الفرح تبقى منوره. ابدأي من بدري بقى، عايزه تنوري ابدأي من بدري. فاعتقادها ان هي لما تبدا من بدري، تبدا مثلا من وهي لسه في الجامعه مثلا في اولى جامعه ولا حاجه، ان هي كده مش هيبقى الافكت. ليه؟ لا بالعكس، خلاص هتبقى خلصت الجلسات على مدار كذا شهر وبتعمل مينتنس مثلا كل سنه، فهتيجي اما تيجي ترتبط ولا تتجوز مش هتبقى محتاجه اصلا تعمل جلسات يمكن ساعتها. تمام. احنا معانا اتصال تليفوني، استاذه منى. ايوه اهلا بحضرتك. مهلا. اتفضلي الدكتوره سامعاكي. انا بس حابه اعرف العنوان. العنوان بتاع عيادة الدكتورة؟ أيوه. طيب اتواصلي مع الإعداد، اتواصلي مع الإعداد حالا هيقولوا لك. شكرا أستاذة منى. طيب نرجع تاني للنتيجة. النتيجة زي ما قلنا ما بتظهرش بعد في أول بعض جلسة. الحالات من أول جلسة بيحسوا بفرق، بس مش ده الرول. يعني أنا ما بقولش للبيشنت من أول جلسة هتحسي بفرق، مش اللي هو دي الحاجة اللي لازم كلنا نمشي عليها. في ناس بتحس بفرق كبير من أول جلسة، بلس إنه أصلاً النتائج مختلفة من حد للتاني، ورد فعل الجسم كل واحد غير التاني، فبالتالي أنت ممكن تحسي فرق من الجلسة الأولى، أنا من الرابعة، حد من الخامسة. الموضوع مش بالمسطرة واحد في كل الناس، لا، ردود أفعالنا كلها مختلفة. تمام. طيب النسبة بتبقى قد ايه بعد ما بخلص الجلسات تقريبا في النتيجة؟ تقريبا من 70 ل 80 85%. ندخل بقى ايه على الليزر المنزلي. لان حضرتك ذكرتيه في الاول، فهو بصراحة شدني. يعني اللي هو الموضوع حلو و اسهل. بصي اقول لك، انا لأن شايفه في بنات بصراحه بتتكسف. يعني انا مثلا لو هعمل ليزر فهقرر ان انا اعمل ليزر المنزلي. لكن احنا لو هنعمل مقارنه مش هينفع نقارن ما بين الليزر البروفيشنال والليزر المنزلي. مقارنه طبعا الليزر المنزلي خسران، ما فيش اصلا وجه مقارنه. بس زي ما بقول لك، هو بديل لو حد مثلا واحده جت عملت جلسه وبعدها قالت لي انا مسافره بره مثلا مع جوزي، ولا عندي بعثه، ولا هقعد كام شهر، فبدل ما تفضل قاعده ساكته كده هتعمل هتستخدم الليزر المنزلي. لكن هو مش بديل للليزر، هو بديل للطرق التقليديه، هو حاجه زي ما بقول لك انضف بس شويه. تمام. استخدامه ازاي؟ كل حاجه بتبقى مكتوبه، يعني بيبقى زي هاند كده بتستعملها بالطريقه المكتوبه، بيبقى ليه عدد نبضات بتخلص، فدايما بنصح العيانين ان هم لو هيشتروه يشتروا براند معروف وفي عدد نبضات كبيره. هو بقى بتبقى الحاجات دي مش بروفيشنال قوي، يعني مش شغلنا احنا، فبتبقى في المكان اللي بتشتري منه الجهاز بيبقى فيه مندوب هيعرفها كل حاجه وهيعرفها عدد النبضات والفرق ما بين الاجهزه. اهم حاجه تختار براند محترم بس. الليزر عموما بيكون فيه الم؟ يعني اسفه. الالم نفسه اتألم. الليزر بيكون فيه الم؟ البنت بتحس بوجع، لازم تاخد بنج قبلها؟ بصي احنا بنستخدم بنج، هو فيه شويه الم بس طبعا محتمل جدا. وزي ما بقول لك دايما احنا تحملنا وطاقتنا وردود افعالنا كلها مختلفه. مش كلنا، في ناس بتعمل ليزر من غير ما تحط كريم خالص، في ناس لو بتعمل حاجه بسيطه لا لازم تحط كريم، لانه في حاجه اسمها بين ثريشولد او درجه تحمل الالم من حد للتاني. في ناس اللمسه بتوجعها، في ناس لا. فاحنا بنحط بنج موضعي في العياده قبلها مثلا بتلت ساعه نص ساعه ونعمل الجلسه، بيبقى حتى لو في وجع بيبقى بسيط خالص ومحتمل جدا. يعني ما بيكونش الالم اللي لا يحتمل او لازم تاخد حقنه بنج؟ لا لا لا, لا, لا خالص خالص خالص. تمام. طيب برضو نفس الوضع على الجهاز الليزر المنزلي، بيكون برضو ما فيهوش يعني بنج موضعي؟ بيحطوا بنج موضعي برضو. بيبقى لطيف. يعني سهل استخدامه؟ يعني انا كحد مش متخصص، سهل استخدامه زيه زي اي جهاز عادي؟ تمام. طيب ندخل بقى سريعا كده على الاستخدامات التانية للليزر عموما، زي ازاله التاتو وازاله الوحمات الصبغيه والنمش وغيره وغيره من المشاكل اللي ممكن تكون بتقابلنا في بشرتنا او حتى في جسمنا.
كلمينا كده. تاتو بقى عندي يعني سريع. قطاع كبير من المرضى بيجوا لي بالتاتو، اتهوروا في فتره من مراحل عمرهم، وصبيان كمان مش بس بنات عملوا تاتو فجاه، يعني في ناس عرفت ان هو حرام فحست بالحرمانيه دي فجاه تشيله، في ناس خلاص زهقت منه، في ناس عايزه تغير شكله. بحب جدا جهاز الكيو سويتش للتاتو ريموفال، حلو جدا ونتائجه ظريفه جدا. عدد الجلسات بيبقى كبير شويه غير بقى الهير ريموفال، يعني تقريبا بناخد من 10 ل 12 جلسه، بتبقى جلسه التاتو المسافة ما بين الجلسات شهر ونص، 12 ل 15 جلسة، من 10 ل 12 جلسة، 10 ل 12. كل ما كان التاتو بروفيشنال بنميل ناحية ال 12، يعني عدد الجلسات بيبقى مايل ان هو يكون زيادة اكتر. مش بروفيشنال ممكن بعد الجلسة الثانية تلاقيه اختفت اصلا. بتبقى صبغات متواضعة جدا وحد مش بروفيشنال عاملها فبيبقى ازالتها سهل جدا وفي فترة وجيزة يعني. برضو العيان بيحط بنج موضعي بيقعد قبل الجلسة تلت ساعة نص ساعة، بنشتغل بيه ونتائجه بتبقى لطيفة جدا، بس جلسته ما بينهم شهر ونص لشهرين. شهر ونص لشهرين. نفس الفكرة بقى، مثلا حد هيقدم في كليات عسكرية، ما تجيليش قبل التقديم بشهر وتقولي شيليلي التاتو علشان انا رايح اقدم، لا مش هشلك وما تقدمش اصلا، مش هيبقى في النتيجه اللي انت عايزها. بالظبط، لازم تيجي لي قبلها على الاقل بسنه علشان نقدر ان احنا نعمل عدد الجلسات المناسب وتبقى تقريبا اختفت. لكن قبلها بشهر دي لا، ما تقدمش حضرتك اصلا في كليه عسكريه. الموضوع بيكون مؤلم في ازازه التاتو ولا لا؟ لا محتمل برضو، بنحط بنج موضعي بيبقى محتمل جدا. هو التاتو نفسه هو اصلا مؤلم. بالظبط، عيانين كتير فعلا قالوا لي ان ازاله التاتو اسهل بكتير من التاتو نفسه. انا ما اعرفش ليه بيعملوه، حاجه صعبه يعني اصلا. فكره بعيدا عن حلال وحرام، فكره انك تبقي عامله حاجه في جسمك وتفضل دايما معاكي مدى ناس الحياه. بتحب التغيير، يعني في ناس بتطلع في دماغها كده فلاش كده فجاه عايزه اغير. ما هو التغيير حلو الحاجه، يعني زي مثلا احنا كبنات وكستات بنحب ان احنا من وقت للتاني نظبط شعرنا. شعرنا هم كده نفس القصه، فكده كده لونه هيتغير. هنقص هقص شعري هيطول. هو معتمد برضو ان هو هيشيله بالليزر، بس صعبه يعني الفكره في حد ذاتها. انا كل ما اتخيلها بتبقى صعبه، وخصوصا لما بتتعمل في الحاجب. هو بصي يعني ساعات المايكرو بليدنج، احنا برضو بيجي لي عيانين كتير بقى بتاتو بيشيلوه عشان يعملوا مايكرو بليدنج، هي حاجتين مختلفين تماما اكيد. بس احيانا المايكرو بليدنج بيكون حل لبعض الناس. بصي كل الحاجات التجميليه لما بتتعمل ويكون الحاله محتاجاها بتفرق كتير في شكله او في مظهره. في حاجات يعني ساعات بيجي لي عيانين عايزين يعملوا حاجه بقول لهم لا، مثلا عيانه عايزه تحقن فيلر مثلا في شفايفها. طب انت شفايفك حلوه ومتظبطه مع وشك، نحقنها ليه؟ لسه كان عندي عيانه الاسبوع اللي فات. فالحاجه لما بنعملها واحنا محتاجينها بتفرق قوي قوي في شكلنا، مش محتاجينها لا بتبوظ الشكل فعلا. بس طيب، هو احنا الكلام عن التاتو قصدي الليزر عموما حاجه شيقه جدا، اكيد مش هيكفي حلقه. انا مستمتعه جدا بالكلام مع حضرتك، ويمكن كمان على ما اعتقد ان اغلب المشاهدين حابين موضوع الحلقه، واكيد اكيد ان شاء الله هيكون لينا لقاء تاني ان شاء الله باذن الله. نورتيني النهارده دكتوره نسمه سمير، اخصائيه الجلديه وازاله والليزر في التجميل. شكرا جدا لحضرتك. شكرا. استنونا في حلقه جديده من سيدات.com. كنت معكم منى مصطفى.